احد المتطوعين لاجراء التجارب السريريه. معايا عبر تقنيه السكايب الاستاذ نعيم عشماوي، واحد من المتطوعين المصريين لاجراء التجارب السريريه بالتنسيق مع وزاره الصحه المصريه، واعتقد هنسمع منه كلام مهم وشهاده مهمه وظهور اول ليه. استاذ نعيم مساء الخير عليك. سلام ورحمه الله وبركاته، مساء النور، ازي حضرتك؟ طمنا على صحتك، ايه الاخبار؟ والله انا الحمد لله شاكر فضل ربنا عليا. الحمد لله. ما خفتش وانت داخل تتطوع لاجراء التجارب السريريه الخاصه باللقاح الجديد؟ لا والله الحمد لله انا ما خفتش، انا راجل عندي 65 سنه. ربنا يديك طول العمر والصحه والعافيه يا رب. وبعدين الحمد لله دلوقتي الثقه في القياده المسؤوله عن البلد غير زمان. فالثقه دي ادتني دافع جامد جدا ان ده شيء يطمني، وانا بدعو كل الناس المصريين ان هم يروحوا يتبرعوا لان هم محتاجين 6000 واحد، فانا كنت اول واحد منهم من ال 6000. يعني انت اول واحد مصري استاذ نعيم العشماوي. أيوة. اول مواطن مصري يتقدم للتبرع لاجراء التجارب السريريه. ايوه نعم الحمد لله، ورحت واخدوا، وانا بشكر كل القائمين في معمل فاكسيرا في الدقي على حسن الاستقبال وحسن المعاملة وحسن الراحة في الأداء، طمنوني جدا جدا. عملت مسحة كورونا وخدوا دم مرتين واطمئنوا تمام وادوني اللقاح، وبعدين طلعت قعدت نص ساعة تحت الملاحظة والحمد لله والشكر لله، لغاية دلوقتي أنا مطمئن وأنا في حالة كويسة جدا الحمد لله. طيب أنا برضو عايز أطمن، مفيش أي أعراض جانبية، مفيش درجة حرارة مرتفعة، مفيش أي مشاكل، برضو طمني والنبي. أنا أطمن حضرتك وأطمن كل الشعب المصري إن كل واحد عشان نكمل الست آلاف حالة دول ونطمئن على الشعب ونطمئن على نفسنا يروحوا ويطمئنوا ان الموضوع ما فيهوش حاجه. هقول لحضرتك حاجه بسيطه. اتفضل يا حاج نعيم. اللي ما يدور، اللي مش هينفع مش هيضر. ونعم بالله. اللي مش هينفع ونعم بالله. اللي مش هينفع، اللي مش هينفع مش هيضر. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. كونك انك انت تثق في وزاره الصحه وتثق في الحكومه بتاعتك ان هي جاي بالك لقاح بيتجرب بعد ما تجرب كتير جدا على الناس عشان يفيد الشعب، ده فده شيء يطمن جدا. يا حاج نعيم خليني اكلمك بشيء من الوضوح، ما فيش حد من اسرتك، اولادك، اصحابك، اخواتك، اقاربك؟ أيوه. قالوا لك بلاش، ليه تعمل في نفسك كده؟ لانه انا كان معايا على الهوا دلوقتي استاذ كبير في الصحه. أيوه. بيتكلم معايا من واشنطن. أيوه. قال لي في ناس خايفه. ما خفتش؟ لا، ما انا اقول لحضرتك حاجه. اللي يخاف ما يعملش، انت تخاف ليه؟ ده شيء هيخدم الإنسانية، شيء هيخدم الإنسانية كلها. فمعنى ان انت هتخدم الإنسانية لازم احنا ضحينا في 73 بنفسنا، يبقى لازم اروح واعمل التجربة ديت واخدم شعبي واخدم بلدي. حاج نعيم خلينا اسألك السؤال اللي البعض بيسأله. البعض بيقول انه حضراتكم يعني انت بتقول ان انت بتعمل التجربه دي طبعا بالتاكيد عشان الدوله المصريه بالتاكيد، هل تلقيتوا اي طبعا مقابل مادي، مقابل التبرع، مقابل الكلام ده ولا بدون؟ لا 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 لا. اللي رايح يتطوع، كلمه متطوع يعني كلمه انت رايح بمزاجك وبارادتك وبنفسك. فلا لا 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 بيتابعوا الموضوع. بيتابعوا معاك يا حاج نعيم بعد كده؟ حد من وزاره الصحه بيتابع معاك التطورات اول باول؟ ايوه بتوع فاكسيرا الساعه 11 بالليل رنوا عليا واطمئنوا عليا في سخونيه، في اسهال، في اي حاجه، في اي اعراض جديده على على حضرتك؟ قلت لهم لا. النهارده انا كنت عند الدكتور في معهد الكبد بيطمئن عليا. الف سلام عليك. يا حاج نعيم انت تلقيت جرعه واحده ولا لسه هتاخد كمان جرعه؟ يعني النظام ايه؟ لا
ان شاء الله الجرعه الاولانيه ديت انا بطمن الناس كلها والله مفيده جدا جدا جدا، وبنشكر الدوله ان هي مهتمه وبتجيب لنا لقاح عشان يفينا شر هذا. الجرعه الثانيه امتى؟ الجرعه الثانيه بعد 21 يوم الجرعه الثانيه ان شاء الله. ربنا يديك طول الصحه والعمر كده، واسمك يتكتب في السجلات المصريه انك اول متطوع لاجراء التجارب. انت راجل وشك طيب كده وابتسامتك جميله. ربنا يديك طول الصحه والعمر. انا بشكرك جدا 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 الحاج نعيم عشماوي، واحد من اهم المتطوعين واول المتطوعين لاجراء التجارب السريريه للقاح كورونا الجديد. اسمه خلاص اتكتب في سجلات الدوله المصريه واتكتب في ازمه كورونا. ما تيجي تتكلم في كورونا بتقول اول اصابه كانت مين، اول وفاه كانت فين، واول من تطوع كان مين. فالحاج نعيم بقى واحد من الاسماء الشهيره في ملف كورونا لما نيجي نسجل ونكتب تاريخ كورونا في الدوله المصريه. بده انتهينا من مناقشه ملف كورونا، كنا مصرين نسمع بره ونسمع الوقائع الداخليه ايضا من جوه. زي ما حضراتكم عارفين غدا فتح، او اليوم بقى غدا ايه ده، الساعه دلوقتي واحده وثلث، واحده ونص خلاص، والوقت بيدهمني.